السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي الكريمات، إخواني الكرام. اليوم إن شاء الله جيت لكم بواحد الفكرة ديال المشروع اللي ما غاديش يكلف بزاف ديال الفلوس، يعني ممكن أنه تبدأ بواحد المبلغ اللي هو بسيط، كيبقى على حسب الاختيار. أنا جبت لكم غنصايبو إن شاء الله النوقة. راه كلنا كنعرفوا النوقة كتقطع في، يعني كتباع طريف بدرهم، ممكن تصايب جوج، ممكن على حسب الاختيار. جبت كاوكاو، يعني ما خديتش بزاف، يعني غير كتجربه باش نوريكم. يعني قد ما كنديروا كاوكاو قد ما كنديروا السكر. مثلا عملنا كيلو ديال الكاوكاو غادي نعملوا كيلو ديال السكر، عملنا نص كيلو كاوكاو نص كيلو السكر. المهم انا خديت كميه قليله غير باش نوضح الامور. وكاوكاو كيبقى على حسب الاختيار، اللي بغى يختار هذا الكاوكاو هذا البلدي كيجي بنين مزيان، ممكن تاخذ كاوكاو عادي راه كيتباع 28 درهم الكيلو، يعني ما يخرج لك كميه كبيره. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه كاوكاو خصنا يكون محمر ومقشر، غادي نحطو دابا يتحمر. نشعل هذا البوطه نحطو يتحمر ونقشرو ونرجع لكم باش ما نضيعلكمش الوقت بزاف. المهم انا نحطو دابا يتحمر. من بعد ما حمرت كاوكاو كيف ما كتشوفوا قشرتو، باش ما نضيعش الوقت الا كنا محتاج الوقت. دابا غادي نحاولوا نديرو كراميل بالسكر. اش غادي نحتاجوا؟ نكبوا السكر في الكسرونه، غادي نديروا معاه جوج معالق ديال الماء. جوج معالق ديال الماء، انا غادي ندير لكم الطريقه. والعافيه تكون مهيله، ما نديروش عافيه بزاف باش ما يتحرقناش نحصلوا على الكراميل. بسم الله. علاش غادي نديروا داك جوج معالق ديال الماء؟ غير باش تسرع لنا العمليه ديال كما كنقولوا تسرع العمليه باش نصايب الكراميل. صافي بسم الله. درت داك جوج معالق، نحاول نحرك مزيان. استمروا بهاد العملية. صراحه هاد الفكره هادي زوينه ديال المشروع. تقدر انك الا بغيتي تسوق المنتوج ديالك ندير واحد الكميه، ندير له واحد التغليف في الاول، نبداو نغلفو غير ببلاستيكا مواد غذائيه عادي ولصقة. ممكن انني مع المده نقدر ندير علامه تجاريه، راه في اوروبا دايرين علامه تجاريه لهاد النوكا، كاين العديد من الانواع ديالها. يعني ماشي بالضروره نصايبوها غير بكاوكاو، دابا كبداية تبداو بكاوكاو، ممكن صايبوها باللوز، ممكن صايبوها بالبيستاش، كيبقى جميع المكسرات ممكن تصايب بيها. وان شاء الله الا بغيتو ندير لكم يعني مكسرات اخرى بهذه الطريقه هذه مرحبا، خليو لي كومونتير ونحضر لكم. غادي نعطيكم حتى امثله كيفاش تسوقها. ها هو بدا دابا كيتصايب. كيف تسوق المنتوج ديالك؟ الطريقه ديال التغليف ديالها نحط لكم طريقه ديال بعض انواع ديال التغليف. ديروا بحالها، كاينه ممكن انك تسوق راسك، ياك الا كنتي انك ما عندكش الوقت ما تقدرش تسوق راسك دير مع مول الحانوت. المهم انا غادي نحط هذه باش نحاول نحرك نخدم جوج يدي. دير كمثال مع شي مول الحانوت ودير معاه واحد بيعالو ممكن. وبالنسبه للطريقه التقطاع راك حنا عارفينها، اللي عارفينها هي ديك الطريقه مستطيله، كيبقى الاختيار ديالك. بغيتي تغير الطريقه التقطاع ممكن تصايب واحد القالب دائري، ممكن تصايبه كيف ما العاده، المهم كيبقى الاختيار ديالك التقطيع، انت تفنن فيها غير هي ما كتحتاجش بزاف. المهم ها هو بدا كيولي على شكل كراميل. المهم بقاو حنا بهاد نحركو حتى يولي اللون ذهب غامق.
حنايا من نحطوها حنا نحركو، ما نخليوها جي ضروري نتحرك ديالها. نحاول باش ما يتحرقش نكوب، نقص من البوطه. مهم بقى نحركو بشويه بشويه حتى يتخلطنا داك الكاوكاو مع الكراميل بهذه الطريقه هذه غير شويه. وضروري ندهنوا المكان اللي غادي نديروا فيه النوكا بالزيت، والدلك حتى هو ندهنوا بالزيت باش ما يلصقناش. وخصنا نخدموها محده سخونه، يعني ما نخليوهاش تبرد، غير بشويه بشويه نخدموها محده سخونه. من بعد ما غادي نحصلوا على هذا الشكل هذا، ديك الساعات يمكننا نقطعوها. يعني هنا قطعت على شكل مستطيل. المهم انا قلت لكم قطعوها محده سخونه، حيت شي لا بردت راه تلقاو صعوبه في تقطع. ممكن نغلفوها على هذا الشكل هذا، ندير واحد الاسم كمثال. المهم كيبقى الاختيار ديال التغليف كيبقى لك ليك انت هنايا، وكيبقى كذلك تسويق مهاره وشطاره. ممكن ندير غير بلاستيكه بحال هذه عاديه. كنتمنى ديروا اشتراك القناه وجيم وتعليق.